حلول موعد الدخول المدرسي يجد بعض الشباب فرصتهم للعمل ولو مؤقتا كبيع مثل هذه اللوازم للتسجيل المدرسي قرب المدارس كملفات وأدرفة وطوابع بريدية للتلاميذ المقبلين على الدراسة. حاجة عادية دابا الدخول المدرسي إنسان كيبغي يترزق الله فهمتي نقربوا لهم أصلا نقربوا لهم اللوازم وراه الثمن متناول كلشي كياخذ. كنجي كون سهلة باش كنعاون الدراري وكنوفر لهم هذاك الشيء اللي طالبين لهم في المدرسة وبثمن عادي أقل من المكتبة. هو عمل بسيط لكنه يخلق الفائدة لهؤلاء التلاميذ، نجده دائما قرب أي مؤسسة تعليمية وقت انطلاق عملية التسجيل المدرسي، ويعطي نكهة خاصة للتلاميذ خصوصا المشتاقين للعودة إلى مشوارهم الدراسي الجديد على أكمل وجه. جيت هنا باش نقرا، خديت اللوازم ديالي من حدا الباب بحدا باب المدرسه، تسجلت ودابا كنقرا وكنتمنى حد موافق لجميع صحاباتي وجميع اللي كيقراو هنا. نجيو ناخذو من هنا اللوازم احسن من نمشيو ناخذوهم في المكتبه، حيت المكتبه بعيده عنا شويه وحنا تنبغيو نقيدو باسرع ما يمكن باش نخليو حتى تبقى مده باش نوجدوه والثمن تيكون مناسب على المكتبه بعض الخطرات. انا جيت نقرا في كاتريام، جيت ناخذ اللوازم ديالي، هذا كيوفر عنا تعب وكيقرب لنا والثمن مزيان، وكناخذ بطاقه مدرسيه، غلاف، اجويه، والحمد لله. يجد بعض اولياء التلاميذ ان هذا العمل هو فكره مميزه لكونها تسهل عليهم امكانيه التسجيل وثمنها مناسب، كما توفر لهم جميع متطلبات التسجيل المدرسي. تنجي كل سنه دراسيه في الاول ديالها تناخذ اللوازم الاول ديال من هنا، تنوفر داك التعب ديال المكتبه وفي نفس الوقت نتعاونوا مع هاد الناس حتى هما، وثمن مناسب الحمد لله، ماشي زعما زايدين علينا شي حاجه، بالعكس موفرين لنا غير التعب، وهذا ما كاين. تنتمنى النجاح لكل دري ان شاء الله ودوز لهم السنه الدراسيه بخير وعلى خير. جينا اليوم كان محتفين بالدخول المدرسي، سجلنا وليداتنا وخذينا لهم اللوازم وقيدناهم باش يبداو سنه موفقه باذن الله. بعد اكتمال مراحل عمليه التسجيل المدرسي يبقى للتلاميذ هنا مهمه الاجتهاد والمثابره من اجل حصد نتائج يفتخر بها ابائهم.